بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وحديث كل لحية تبنات أعوه تلقلنا بشهر رمضان. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. أن عبد الله بن عباس وحوليه الله كرى للنغده نبي عليه الصلاة والسلام وحوها ضدك كان أجود يقصيصا. حديث كان وحن أجهد للدونا مانتي إكثار الصدقة والجود في رمضان. إن أن ماركتي بدينه صدقة دي يدق سنما دي بشهر رمضان كإن هم بدينه سيدو كلا وعام أغانا إن سيدي النبي جنو عليه الصلاة والسلام ودق سيو أها أسغو أسخل أسخياء أها ضدك أغود دق سيسانا هدنا بشهر رمضان سيدو سيادة أسي أها. حديث كان إن شاء الله وسيدو كلا وحان أسوى قادة دوننا مركان كهد لينه فضل لغا قرآن كبشر رمضان. حديث كان مركا عبد الله بن عباس وحو إليه النبي محمد وحوها عليه الصلاة والسلام ضدك كان أقود ديق سيسان مخلوق كد ديق سيسان مجر النبي عليه الصلاة والسلام واللوغي هاي ضدك عربتها مضحدها مركي ووحسين يي إنا يرهدين محمد وحو وحو بحنا يا كمن لا يخشى الفقر سيدي قف عن فقر كبقينو كالي. مركا وحو إليه النبي وحضنا قار أهان وحو قار أهان وحو ديق دي سوسي بدنات بشهر رمضان مركا أم ملك جبريل لكل وفيرسو معناها وحا خير كاه إن لسمايو أو لغسي فايديستو وقت يدا آد وناكسن آن مالح وناكسن ان ماركت يعني ان ددك ومناسن مركي لا كلمه وا خير بدن هذا حرمك او كلا هذا صلاه دت كنتكتيد اما خيرك اكو سميديد وا كسي بدن يا وحا كلا بشهر رمضان خيرك سمي وا كسي بدن مركه النبي عليه الصلاه والسلام بشهر رمضان ودغسي بدي جري تاس مركه معنيهد وحي توسينايسا وقتي بركهيسن اد يعني مناسبه لا سي فيرسدو ايدو مركه صدقدو اي مامورتاي كو هدنا ددك ومناسن مركي اد لا كلانتيد وحو ليه مركي وملك جبريل نبي الله كل منا داغ دا وصيبة ديشري صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام ملك جبريل ولا كل ميشري هبين كستوم رمضان كامي دا قيب تاس دنبا وحديث كان الدماء وقشا كيدونا إسلا حديث كان مركان كان لدونا قران كا نبي وحو لكل ميشري ملك جبريل هبين كستوم رمضان كامي دا قران كا إسلا آخر جيران نبي عليه الصلاة والسلام خيرك وقد دق بدنا ضبيشة آت ودار يسح مارك حديث كان وحو نبريا ونوشيقيا صدقة بشهر رمضان إن لبديا إن آت مهم وطاي قار أهان هدي آت أفوري سيد كوران داتك قاقاتشون أفورين طورت كو سنة داهي وحو ويقفك مارك كواد وحو أفك كل فانيو تاس أيا سي أجر بدن وقفك مركو سو أفرك بعد دوح سيديد وصدقك لا لكن أفرك أو أجرك بدن ووحك وذلك كل فنية لكن وحن ربا هالكاس إنا اسكبور هنو اندد كاني ووضن كاني كل واتيسن وباهن وأباري ليسي ودوات ليسي كورن هداد دور خير انتا متكستا وحوغا وديرتيد أوحا وديرتا أكو أفران إلهي أكتيس أجر انتال لأقات كلاده نبي نوحو لي عليه الصلاة والسلام من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا قفكي قف صومن أفريه وحوليها أجر كي سوكا كان أجر كي سيوح بلغ ما يريني كان صومن أجر كي سوليها أدبون أجر كي سات أجر كي سوكا لاد مركو أفرسو ووح مهيمة إنان كبرارقون أو أن ددك أفران ددك صومن أن أفرنو لكن هل مدنا إسكا إلالنو يعني ماشي عن خير ككربني لبنوغا إيمان مثلاً بقف أو قاچون أو صومن أياد ميلفو كسوك حدو تري صوبح أنا مانتاكو أفورينا مثلاً بقف مرتيا داركت مسجدو جوغا
wuu sooman yahay alla ilaaha caawo qofkan qof martiqaada u baahan yahay markaas ayaa waxaa tiri alla ilaaha maanta kan ka faa'iidayso biyaha horu cabaayo afka adiga waxaad sidaha ahaadeen wax dambana uma haysid waa sax in yadfic cumri laakiin qofkaas waxaa laga yaabaa inuu heli lahaa haddaad gurigaaga u wadatay inuu heli lahaa ayaa dhici karta qof biyana siiya cuntana siiya qofkan waa qof dhibane marka sidaasoo kale dadkii waxa aad sii kartid meeshooda kusii haddaadan waxba u hayn dadkii marka haddaad guriga geysatid oo martida halkaas ay ku qaddo dhibaatadeeda kalena waa leedahay ogow nina waxaa laga sheegay maxaa akhwaanow dadka ugu hor orod inta nin yari wariyaha marti qaadaya ninka haysta markaasuu gurigii markuu tag wax yar uu siiyey markaasuu yiri wax dambe ma jiraana raalli ahaw markaasuu yiri akhwaanow maxaa dadka ugu hor orodo dad si fiican noo marti qaadi lahaayaan heli lahayn marka sadaqada aan badino aan iscaawino ramadaanka dadka baahan oo gaajoon oo ramadaankii liita aan u kaalmayno aan gacan siino aan wax ku sadaqaysano aan u tuurno qaraabadii ha laga warqabo waalidiinta ha laga warqabo walaalaha ha laga warqabo dadka duruufaysan ha laga warqabo sadaqada ramadaanku aad iyo aad in oo faamiligii xaaskii iyo caruurtii iyo in loo roonaado aada iyo aad ayay u fiican tahay waana waxa ilaahay agtiisa wax weyn looga gaarayo wuxuu leeyahy nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiis imaamu axmed soo saarayo ina fi ljannati gurfata yuraa daahiruha min baatiniha wa baatinuha min daahiriha acaddaha allahu liman atcama aطcaam wa alaana alkalaam wa taabaca asiyaam wasallaa wannaasu niyaam sala allahu calayhi wasalaam wuxuu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam jannada waxaa ku jirta oo ku dhex taala sar yacnii guri fila ah oo gudaheeda bannaanka laga arko bannaankana gudaha laga arko yacnii dhala ah qurux badan nadiif ah ilaahay wuxuu u diyaariyey dadka wax quudiya dadka cuntada dadka ku sadaqaysta iyo dadka hadalka jilciya qofka hadalka dadka u jilciyo hadalka ku adkeen dadka soonka qofka israacraacsiiya qofka tukada dadku markay habeenkii hurdaan wasallaa wannaasu niyaam marka u fiirso liman atcama aطcaamu nabigu ka bilaabay calayhi salaatu wasalaam ilaa hadda sadaqadii ayaan ka hadlaynaa sadaqadu marka qofka bukhliga ayay kala dagaalamaysaa shahwadii kala dagaalamaysaa waxa weeye waxyaalo fara badanee difaaca uga noqonaysaa qofka sadaqada badan waxaa iimaankiisay xujo u tahay ya sadaqadu wasadaqatu burhaan sadaqadu waa xujo oo maxay xujo u tahay calaa iimaani saaxibiha qofkan iimaankiisay xujo u tahay maxaa yeelay haddii oo sadaqada qofkaasi uusan iimaan yeelo lahayn waa ku dhegi lahaa markaasuu dhihi lahaa ma bixi karo xadiis ayaa waxuu nabigu ku leeyay calayhi salaatu wasalaam imaam axmed soo saarayo maa yukhriju rajulun shay-an min asadaqa xataa yafuka canhaa laxyay sabciina shaytaana qofku sadaqa ma bixiyo wax sadaqa ma bixiyo ilaa uu kasoo fujiyo toddobaatan shaydaan daamankooda uu kasoo fujiyo macnaha sida ay ugu dhegan yihiin oo qofkaas ay ula dagaalamayaan oo khayrka uga mancinayaan ayay arrintaasi tusinaysaa ilaahay ha nahagaajiyo kuwii sadaqada badiya oo isxiriiriya oo masaakiinta xiriiriya oo dadka baahan afuriya kuwa la jooga iyo afuriya kuwa ka maqan afuriya maaragtay khayrka badiya oo askhiyaal ah nabigoodii ku daysada calayhi salaatu wasalaam allaha naga dhigo intaas ayaa xadiidka kusoo koobaya wabillahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuh